السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. و 5 كيما العاده اليوم مع فيديو جديد. المهم لقيتوني هاد العشيه هادي، جيت بكري الصراحه من الصالون، خليت احمد وجيت فركت بناتي، فركتهم خصوصا الكبيره، فركتها واحد الفركه ما نقولش لكم. دوشت ليها، نشرت التصبين هنايا في البالكون كما كتشوفوا، دوزت جفية في الدار حتى هذه ما دوشت ليها، غير نشفت ليها الشعيه وهذاك الشيء باش ما باينش. دوشت ليهم ودابا كنستف الملابس الداخليه ديالهم، عندهم شبيكات بحال هادو كنستفهم. باباك وانتم معايا. هذا البنات واحد الشوربه اللي غادي تعجبكم بزاف 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 بزاف، هذه الكبده ديال الدجاج، كتجي واحد الشوربه بنينه وخفيفه بالنسبه للبنات اللي كيعكزوا على العشاء وكيبغيو غير دي بانيو. المهم هنايا انايا حكه واحد نص بصيله اولا بصيله صغيره، ليحه فيها حكه جوج ديال الريوس ديال الثومه كبار، الكبده وكندير العطريه ديالي، الملحه، البزار، شويه سكنجبير، انا كنزيد معاه حتى الثوم هذا الكمون كيحمقني، وكنشحرها مزيان وغتشوفوا شنو غندير عليها. المهم البنات من بعد ما كتشحر لينا مزيان هذيك الكبيده مع داك البصله وداك الشيء، كنلوحو فيها لي بات اللي بغينا نديرو، اولا الشعريه اولا الفيس اولا اللي بغيتي. كتبقاي تحركي وانت كتزيدي الماء، الماء اللي يكون ديجا سخون، وكتخليها كنزيدو عليها حتى مطيشه الحك باش كتعطينا هاد اللون هكا، وكنسدو عليها اولا كنخليوها طيب دغيا. حيت هادو درت انا غير الكبده ديال الدجاج، ممكن انك ديري القشاوش ديال الدجاج، هادوك ضروري تسدي عليهم في اللون. اهلا البنات، المهم رجعت ليكم، هادو شي حوايج خديتهم، اللي في الاحمر ديالي وهادو اللي في الصفر ديال ماما. بالنسبه للضوء قليت شي شويه ماشي مشكل، انا صراحه حين تحمست انني نحل هادشي ما بغيتش نساي حتى الغدا، قلت لا غنمسحهم دابا. المهم هادو اللي في هاد البابي هذا اللي صفر هادو ديال ماما، والحمرين ديالي انا غنشاركهم معاكم. المهم البنات الكادو الاول كما شفتوا هادي، شوفوا كيفاش دايره، يا سلام، هادي راه كبيره البنات ديال اتاي، تحطي فيها بريردات، تحطي فيها اللي بغيتي. شوفوا الديزاين اللي فيها بعدا كيحمق بحال كابويات ولا ما شنو. المهم زوينه بزاف، خديت ليها الكبيره ديالها والصغيره ديالها واللي عجبني فيهم ثقال. المهم اي حاجه كناخذها لراسي وكتبان لي زوينه وغتعجب ماما وكاليتي ديالها زوينه فكنجيب حتى لماما، كتنامي ماما شحال كتموت على المواعن وعلى هذا الشيء هذا والديكورات والديزاين ديال شي حاجه مثلا لي طابلو، كتموت على هذا الشيء. ف راكم عارفين حنا العيالات فاش كنشوف شي حاجه عارفها غتعجب ماما كناخذها ليها حتى هي كنوجد ليها. الكادو الثاني عندنا الصراحه غزال 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 كيحمق، واللي هو مثلا لي سالاد خفيف فاش كنكونوا كنديروهم، المهم الديسير شي حاجه بحال هكا، الكبيره ديالها والزيفات ديالها الصغيورين. المهم انا غادي نخرجهم لكم تشوفوهم، هذه هي الكبيره ديالهم. المهم البنات هذا الشيء راه كريستال، ماشي دجاج عادي، شوفوا كيفاش دايره الكبيره ديالهم، الكبيره بحال هكا والزليفات كاينين تقريبا 6 بحال هكا، زوينين بزاف البنات هادو، حتى هما غادي يعجبوها. حتى انا خديت منهم هاد. هذا البنات تبصيل
هذا ديال الطارت. هذا راه كاينين الطبيصلات 6 ديالو، 6 ديالو صغار، وهذا الكبير شوفوا شحال زوين. هاتي شحال ثقيله البنات، كيحمض. هادو البنات واحد 6 ديال الطاس ديال القهيوه، شوفوا كيفاش دايمين، بحال ستيل ديال داك الطبصيل الكبير اللي وريتكم. هنا البنات كاينين 6 ديال الكيسان ديال القهوه لي طاس، الطبيصلات ديالهم تقريبا بحال الطبصيل اللي وريتكم، حتى هما ثقال. هادو في المناظر كيجيو كيحمقوا هكا في الطبيله زوين. هادي البنات جبت هاد الماما، هادي ديال البخور بكلشي ديالها، بهادي ديال الزهر غزالين حتى هما ديال الكريستال البنات. شوفوا هادي بحال هكا، مع هادي ديالها ديال الزهر، هي راه في البيض ولكن كيضربو فيها لي كولور، كيضربو فيها اللوينات، كيجيو زوينين. زوينه هادي البنات، هادي فايته انا كنت شفتها وعجباتني. بلاتي مالك ماما جيلاتك، شوفو كي دايره كيما شفتو، عندها القفاله ديالها بحال هكا، كتجي رائعه، كتجي زوينه. هادو البنات دوك 6 طبيصلات ديال الطبسيل الكبير، دوك 6 طبيصلات ديال داك الطبسيل الكبير اللي معاه لي طاس ديالو، كلشي ديالو ثقال، كاينين 6. اصلا ماما عزيز عليها هادشي ديال الدجاج بحال هكا، عزيز عليها الديكور ديال الدجاج بزاف، فغادي زوين. هذا عجبتني الطريقه باش كتصيفطهم، كدير لهم واحد لومبالاج ديال داك، المهم هذا اللي كيتفرتت باش حتى حاجه ما تجيك واصلك مهرسه ولا مشققه. هذه واحد مولاتي الصينيه ديال شي بنات ديال اتاي، يكون تعبتك. شوفوا كيفاش دايره، بس نجبدها لك. هادي شحال ثقيله، والله حتى ثقيله البنات بزاف، وحق الله الله. شوف شوف شوف، شوفوا بعدا داكشي القديم في دار جدتي، عندنا بحال هاد الصواني، وكان عندنا الطيفور طيافر دوك اللي كناكلو فيهم في الارض. شوفوا كيفاش دايره كتحمق، فيها واحد فجيلات. انا اكسبري خديتهم هكا، خديتها مهزوزه حيت بغيتها زعما تعطيني داك لو ستيل ديال انها مهزوزه من الطبله كبيره. البنات كتحمق، شوفوا شوفوا الكاليتي ديالها، ثقيله والرشمه اللي فيها زوينه بزاف. واليد ديالها شوفوا كيفاش دايرين، اليدين ديالها كيحمقوا صراحه. هاد لا فيديو راه كنت عندي حتى الصباح، ولكن راكم عارفين فاش كتوصلكم شي حاجه نتوما كتسناوها ما كتقديش تصبري، كتبغي تشوفي شنو وصلك، واش داكشي اللي بغيتي، واش داكشي تحسو بيا. هذا برد اللي تابع لهاد البلاطو هذا او لهاد الصينيه، حيت فيه نفس الرشيمه اللي فيه. شو كيفاش داير، غيجي معاه غزال. شو كيفاش هذا كيحمق، عندها الصواني اشكال تحماقي اشكال، هاتي عندها داك الشيء فن. خصوصا انايا كما قلت لكم باغا ندير الرومي، وباغا ندير حتى البلدي بالنسبه هكا لصالون بلدي، الا عندك الناس بغيتي تضيفيهم، بغيتي تعمري برات اتاي على حقه وطريقه بالتعميره ديالو بهذا، فضروري خاصك البلدي. وباقي جايني واحد البلدي اخر، داك الستيل ديال الطيافه، يعني داك الطيفور اللي كيتحط
وكتحط فيه التعميره وداكشي ان شاء الله حتى هما غادي نشاركهم معكم. هذا ديال ماما، هذا ديال ماما البنات، شوفوا كيفاش داير، خصابيتو ليها حتى هو على ذوقي، هو شويه هو رومي بلدي، انا باغا البلدي البلدي 100%، ولكن هذا رومي بلدي، يعني حتى هو فيه هذا الديزاين هذا ديال الرشيمات، وتا هو ثقيل. هذا ديال اتاي، هذا غيعجب ماما، خديتو ليها ستيلو رومي وبلدي. شوفوا هاد الكيسان، يا سلام، فاش قلت لحمد ناخذ الكيسان ديال الالوان قال لي ويلي كيفاش كيسان ديال الالوان، وريتهم ليه ما فهمهمش، قال لي لا ما زوينينش، قلت له ويلي على ما زوينينش، قلت له اسكت 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 يسمعك شي واحد يضحك علينا، كيسان ديال الالوان عادتي الشربه ديال اتاي الحبيبه كي كتجي فيهم، والله تنحطها ونوريها لكم كيفاش، انا نوريها والله اختي، والله اختي ما كرهت نهار ان شاء الله الدخله ديال الدار نعيط لكم كاملين كاملين، نكون ان شاء الله وصلت 2 مليون ديال لي زابوني، ايوا يا اختي ونعرض عليكم كاملين تشربوا في هاد الكيسان هادو ديال الالوان كيحمقوا. ايوا يا اختي ان شاء الله الى ربي طول العمر حالفه تندير شي مولاتي الدخله، ضروري ان شاء الله من الطلبه، ضروري من القران، ضروري من الذبيحه، وضروري الا غد لي شي بيت الركزه انت يا اختي وين يا اختي كيطلع هذا الشيء، صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي، تقولوا ما دواقاش طلع، قال لي نوضي عمر شي براد دابا نيت فيه يا البنات كتحمق، انا مسالي غنسبيها لكم ونوريها لكم. خديت من هاد الكيسان هادو، هادو ديال الالوان خديت منهم 12، يعني كل سيرفيس كندير منه 12 باش هكا يبقى عندي، يعني يبقى لك ديال جوج طبيلات الا جا بنادم كثير عندك. هادو المعار، هادو لا هادو الكيسان، هادو ستيل واحد اخر ديال الكيسان البنات، حتى هما ديال الوان، حنا باقيين في ديال الوان. شوفوا هادو حتى هما، شوفوا هادو، هادو طوال كما شفتوا ستيل ديالهم طوال، وهادو بحال مدبزين وقصورين، هادو ديال الدكانيت، انا نحط لكم مثلا نحط لكم باش تشوفوا كيفاش غيجي الموديل دي هذا الديكور ديالو، وخديت 12. الله يا اختي كانت شهوتي في المعنات وحق الله البنات، عتي والله الا كانت شهوتي في المعنات هكا عزيز عليا، وحنا عيالات كت المراه كيبقى شهوتها في المعنات شي حاجه، والله الا زعما لا يحرم شي وحده من هذه الفرحه ديال زعما تكون كتجهز دارها وداكشي، والله الا واحد الفرحه لا توصف، واخا نقولها لكم ماشي بحال الحمد لله. نوريكم هذا شنو هو، هادو هما الكيسان واقي، هادو هما المعالق، لا لا ماشي هما المعالق، هادو الصينيه، هادو هذه الطويله كي قلت لكم الحاريه خديتها لماما، وانا خديت جوج فحال فحال، خديت وحده دايره هي هذه، وخديت هذه بحال شكل البيضه نفس الموديل ديالها، خديتها هكا باش يجوني زعما اسورتي معاها، وماما خديت لها ستيل الاخر. وهذا البنات هذا البراد الكبير، خديت براد صغير وبراد الكبير، التعميره بالمسوس وتعميرة ديال مالين السكر، تا هما نفس الزواقة اللي عندي في الصواني. مهم الله 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 الله، صلاة سلام على رسول الله. الصراحة هاد مولاتي الصينية ديال شي مناسبة، ايوا ان شاء الله باذن الله، علاش لا علاش لا، نشوفوا ديك الساعه المانا، هما المناسبه نقلبوا عليها ماشي مشكل، مناسبه سهله.
المهم الصراحه عجبوني المعنات، عجبني هذا الشيء بزاف. اليوم ماما بيتا عند الهام اختي، غدا عاد تجي عندي ان شاء الله، كاينه عند الهام بات مع الهام، وغدا غادي تجي ان شاء الله، وانا متاكده غيعجبها هذا الشيء. عطيها ماما ما كتموت على المعن، كتشوف المعن كيتقشوا لها العينين. المهم هذا الشيء غنخلي ليها ديالها، غنحطهم ليها هنايا يطحن التليفون. المعنات ديالها غادي نعدهم ليها سكريتنات ديالها، ونقادهم ليها ونحطهم ليها شي قنيات هنا، وديالي انا غنعاود نعدهم الكراتن ديالهم ونجمعهم وندير ليهم سكوتش وداكشي ونقادهم في المسائل ديالهم. انا غنوريهم ليكم هكا، يعني هكا شويه مظلمه القضيه، ولكن الصراحه كيحمقوا. المهم هاد الباج هادي غنحطها ليكم في صندوق الوصف، باج في انستغرام. صراحه الله يعمرها دار، الطريقه كيفاش كتعامل طريقه راقيه، كتاخذ الذوق ديالك بعين الاعتبار، وكتحاول تنصحك بالحاجه اللي احسن افضل من هذيك اللي كتختاري نتيا، والاثمنه عندها جد مناسبه. فغادي نوريكم ونرجع لكم. ها هما هما مولاي البارد، الله الله شو هذاك كي داير قداش كنبان لكم في البارد. كوكو عتي البنات كيحمق كيحمق كبير هذا، عتي شحال يهز ولا شوفوا شحال كبير. هذا خصو هذا خصو 4 ديال المعالق صغار ديال حبوباتي عامرين، وخصو 4 ديال الطوبات ديال السكر والنعناع والشيبة، غيطلع على لا مشنشن. وهذا صغير غيحتاج غير واحد جوج معالق ونص ديال حبوباتي، وواحد جوج مع جوج طوبات ونص ديال السكر، حتى هو الشيبة غيطلع رائع. المهم جات هاد الصوينية، يا سلام. هنا الكويسه تشوفوا كي دايرين، عتي مديب زين فيهم هاد الشيء، هذا غزال. الفيديو اللي غتكونوا شفتو قبل كنت خديت الكيسان كريستال روميين ديال اتاي براد رومي، دابا حاولت انني ندير البلدي، وباقا التتمه ديال هاد لا فيديو هذا غنبارطاجي معكم البلدي بشكل اخر ديال الضيافه ديال هذا ان شاء الله باذن الله ديال تعميرات اتاي. وهنايا الا لاحظتوا هادو الكيسان اللي طوال بحال هكا طوالين، وتا هما عندهم نفس الصينيه، غير هي هاد الصينيه هادي غون جايه الفورما ديال البيضه، وهادي جايه فورما دايره ولكن فريمون كبار. وهادي هي اللي كنت خديت لماما، هادي تا هي راه ثقيله وشي حاجه زوينه. وعندي ديجا الكيسان، يعني الكيسان كاع اللي عندي هنايا في هاد الدار، كاع المعن اللي عندي هنا في الدار غيبقاو لماما بيان سور. ايوا غنمشي نجمع هاد مولاتي الروينه، شوفوا غنمشي نجمع هاد الروينه هادي، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جاي نبارطاجي معكم حوايج خرين زوينين. الصراحه بزاف ديال الناس كيعجبهم هاد النوع ديال الفيديو، كياخذوا افكار كياخذوا موديلات كياخذوا بزاف ديال الحوايج. بزاف الناس كيقولوا لي يا اسماء عندك تنسي ما تبارطاجيش معنا هذا الشيء، راه كيعجبنا والحمد لله. اللايكات طالعين 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 بزاف الحمد لله، يعني كيفوتوا 43000 44000 45000، هذا دليل على الحب ديال الناس، والناس كيبغيوني الحمد لله، هذا شرف ليا. وان شاء الله غادي نعاود نبارطاجي معكم حوايج اخرين، ومتاكده غيكونوا عجبكم هذا الشيء. هذا براد فيه لمسة تقليدية مغربية هو، والكيسان ديالو هاد الكيسان ديال اللوان اللي ما عندهمش، ها ماشي مغربي، عندكم اللوان وعندكم ديال العنبة، شي حاجة واو.